رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهابي. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب. لدينا المكونات هنا إن شاء الله تكون متوفرة عندكم في البيت. لدينا هنا نحتاج للقهوة السائلة، نستخدم أي نوع قهوة متوفر عندك في البيت. طبعا للأمانة هنا أنا أستخدم البني الأخضر، أقوم بتحميصه في البيت وكذلك طحنه في البيت، لأنني لا أثق أبدا في القهوة الجاهزة لأنها تحتوي على مواد كيماوية طبعا. ونحتاج لملعقة من الخل الأبيض، نحتاج لملعقة من زيت الزيتون، ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون. يمكنك استخدام أي نوع زيت متوفر عندك يناسب نوع شعرك، زيت سمسم، زيت صبار، أي نوع زيت، زيت أرغان، أي نوع زيت متوفر عندك، حتى ولو كان زيت الأكل يمكن استخدامه كزيت الذرة مثلا. ونحتاج كذلك ل المكون الرائع جدا هنا بديل الحنة، هنا السدر، السدر المطحون، بودرة السدر بديلة للحنة ورهيبة جدا في هذه الوصفة لإعطاء اللون وتثبيته، ولها فوائد كثيرة جدا، منها إنبات فراغات الشعر. إذا كانت لديك فراغات في مقدمة الرأس، هنا إضافة السدر لهذه الوصفة رهيب جدا. كذلك لدينا ملعقة شاي صغيرة من بودرة القرنفل أو المسمار أو العويدي، كبش قرنفل في دول عربية أخرى. نحتاج لملعقة شاي، طبعا هنا المقادير ضاعي فيها حسب طول وكثافة شعرك انت. ملعقة شاي من القرنفل يكون مطحون على شكل بودرة. لدينا 2 ملاعق طعام كبيرة من بودرة الكاكاو الخام، هنا الكاكاو المر وليس الكاكاو الخاص بتحضير المشروبات بالحليب، وإنما أطلب من العطار أو من بائع عفوا مستلزمات الحلويات كاكاو مر، أي الكاكاو الخام، دوره رهيب جدا في هذه الوصفة، وكذلك له فوائد كثيرة للشعر، منها أنه يعمل على تنشيط بصيلات الشعر، يحفز نموها، وكذلك يعتبر حل رائع جدا لمعالجة تساقط الشعر، يمنح شعرك كثافة ونعومة ولمعة طبيعية تلاحظينها من أول استعمال لهذه الصبغة، كذلك يمنح شعرك ترطيبا، يعالج مشكلة الشعر الجاف، صاحبة الشعر الجاف. هذه الوصفة رائعة جدا، ولكن استخدمي الكاكاو الخام المر، يغذي لك بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف، وهو حل رائع جدا لصاحبات الشعر المجعد، إذ أنه يعطي لمعة ونعومة واضحة ويعالج لك مشكلة تقصف الشعر. كذلك هو صبغة طبيعية رائعة جدا بديلة للصبغة الصناعية والتي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، وكذلك هو حل رائع جدا لإخفاء الشعر الأبيض أي الشيب دون إلحاق الضرر بفروة الرأس.
2 ملاعق طعام كبيرة من بودرة القهوة، القهوة التي تستخدمينها بشكل يومي، حتى وإن كانت القهوة بالهيل أو بالشيح يمكن استخدامها، لأن في بعض الدول مثلا أنا أستخدم معها هنا الشيح وكذلك الهيل لأنهما مفيدان للصحة طبعا. وذكرت أن القهوة هنا محضرة في البيت وليست الجاهزة. أنت طبعا إذا كانت ليست متوفرة لديك هذا النوع من القهوة، يمكنك استخدام قهوة سريعة الذوبان أو أي قهوة متوفرة عندك في مطبخك تستخدمينها بشكل يومي. وكذلك لدينا مكون رائع جدا رهيب في هذه الصبغة، لدينا قشور الموز. كذلك الموز متوفر، لا نرمي قشوره وإنما نقوم بتجفيفها. لدي بالقناة عدة وصفات بقشور الموز وكانت والحمد لله ناجحة. نقوم بتجفيفها، إذا كنت مستعجلة على الوصفة ضعي قشور الموز في فرن يكون مسخن جيدا مسبقا. أطفئي الفرن وضعي قشور الموز واتركيها فقط لمدة يوم كامل، وبعدها عندما يبرد الفرن مرة أخرى أرجعي تسخين الفرن، وبعدها نتحصل على هذه القشور المجففة. بديل قشور الموز، دائما لدينا بدائل والحمد لله، هي قشور البطاطا. إذا كانت كذلك قشور البطاطا جففيها بهذه الطريقة وبعدها نقوم بطحنها في مطحنة التوابل والبن للحصول على بودرة قشور الموز. وكذلك البديل الثاني لدينا قشور الباذنجان، يمكنك كذلك بنفس الطريقة تجفيف قشور الباذنجان لاستخدامها في هذه الصبغة. أولا نقوم بطحن قشور الموز، نضع قشور الموز في المطحنة ونقوم بطحنها على شكل بودرة. ربما في بعض يقول أن الفيديوهات طويلة، فقط أنا أحب أن أعطي المعلومة وأشرح، لأن هنالك بعض المتابعات ينزعجن من هذا الأمر. نقوم بطحنه على شكل بودرة ناعمة، وهذه بودرة الموز بعد طحنها وغربلتها على شكل بودرة ناعمة جدا، ونأخذ منها 2 ملاعق طعام كبيرة. نحضر الوصفة، نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة قلت من بودرة الموز وأعطيت البدائل. نضع عليها قلت 2 ملاعق طعام كبيرة من بودرة الكاكاو. ونضع عليها القهوة. ثم السدر. كل المكونات الجافة أولا. لمحبات الحنة يمكن إضافة الحنة لهذه الوصفة، كذلك يمكن إضافة بيضة لهذه الوصفة. ثم نضيف القرنفل، ملعقة شاي صغيرة من القرنفل، اللون جميل جدا. وكما تلاحظون أن هذه المكونات كلها طبيعية، قلت لمحبات الحنة يمكن إضافة الحنة لهذه الوصفة. نخلط المكونات الجافة أولا حتى تنسجم مع بعضها البعض. ثم نقوم بمزجه بقلت القهوة، والقهوة هنا تكون ساخنة. نمزج المكونات جيدا، يفضل أن يكون الطبق من زجاج الذي نحضر فيه الوصفات، أو من الفخار أو من الخشب. نخلط المكونات جيدا. تدريجيا حتى الحصول على صبغة يمكن توزيعها على كامل الشعر.
بديل القهوة هنا يمكن استخدام الشاي الأسود. نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون، نخلط المكونات لأن الصبغة هنا بها سدر، والسدر يقوم بتجفيف الشعر. ثم نضيف ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون، نخلط كذلك المكونات مع بعضها البعض جيدا، نغطيها ونتركها إلى أن تتخمر جيدا من ساعة إلى ساعتين، وبعدها نقوم بتوزيع هذه الصبغة على كامل الشعر خصلة خصلة، ونمد خصلات الشعر عفوا الصبغة على كامل خصلات الشعر، وبعدها نقوم بتغطية الشعر بالبني البلاستيك أو بالبلاستيك الغذائي أو حتى بورق الألمنيوم أو أي كيس متوفر عندك في البيت. إذا كانت القبعة الحرارية متوفرة عندك في البيت يمكنك استخدامها، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب، وبعدها نقوم بترك الشعر إلى أن يجف، ونقوم بترطيبه بواسطة أي زيت متوفر عندك، فقط قطرات من الزيت، يفضل أن يكون زيت السمسم. ومن أول استعمال ستلاحظين النتيجة، قلت أنه يغطي الشيب. يمكنك اعتماد هذه الصبغة مرة كل أسبوع، وهي كذلك صبغة مغذية للشعر، وذكرت بعض الفوائد، وخاصة أنها كذلك تحتوي على قرنفل لأنه منجم جمالي متنقل، لما له من عظيم الفائدة على الشعر. استخداماته متعددة للشعر، يعالج لك تساقط الشعر، ممتاز في علاج التساقط وإنبات الفراغات، لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وكذلك ممتاز لعلاج الشعر الأبيض، ممتاز وليست له أي أعراض جانبية. هذه الصبغة آمنة الاستخدام للحوامل، يمكنكم استخدامها وبكل أمان، كذلك المرضعات، كذلك البنات الصغار. إذا أحببت لون بني جميل لشعر بنتك يمكن استخدامها من عمر 5 سنوات، لا مانع أبدا في استخدامها. إذا تبقت لك من هذه الصبغة يمكنك حفظها في علبة محكمة الإغلاق، ويفضل أن تكون من الزجاج في الثلاجة لمدة 2 أسبوع كاملين، وعند استخدامها تقومين بتسخينها على حمام مائي. في الأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.